نقاش هذا الموضوع مع ضيفنا من حيفا أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد مخول، بحسب كل الكلام الأمريكي يجب أن يحصل وقف فوري لإطلاق النار، غير مقبول الوضع، لا تستطيع ربما إدارة بايدن تقديم غطاء سياسي أكثر فأكثر لحكومة نتنياهو. كيف تلمسون صدى هذه الضغوط الأمريكية بين قوسين على إسرائيل داخل حكومة نتنياهو؟ الضغوط الأمريكية تسير بوتيرة بطيئة للغاية، وأيضا في مسار تراجع إمكانيات الضغط على إسرائيل من قبل إدارة بايدن التي باتت مشغولة في الانتخابات الأمريكية، وبدأ يتراجع نفوذها عمليا وسطوتها كما كان من قبل. لو قامت بهذا الدور قبل شهرين لكان الأمر مختلف. لو أرادت اليوم أن تقول ليس فقط غير مقبول وإنما ملزم أن تقوم بكذا وكذا كان الأمر يختلف، لكن الإدارة الأمريكية كعادتها لا تحسم الأمر، هناك الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، وإسرائيل تقرأ ذلك أنه نوع من الضغوطات على إسرائيل خاصة في المجال المساعدات الإنسانية. لأول مرة يتم الحديث عن وقف إطلاق النار من كاميلا هاريس، لكن في نفس الوقت إسرائيل ترى أنه هذا يخدم حماس، وأن حماس تقرأ ذلك بأنه دعما لها إسنادا لتصلبها. في المقابل إسرائيل تؤكد أنها سوف تقوم بالتصعيد العسكري في غزة وحتى في الضفة وفي القدس من أجل سيد مخول، يعني تريد أن تقول أن نتنياهو والساسة الإسرائيليين والجهاز المستوى الأمني والسياسي لا يكترثون لضغوط الولايات المتحدة؟ قد يكون نتنياهو نفسه يكترث وبعض وزرائه، لكن غالبية ساحقة من ائتلاف الحاكم لا تكترث لذلك، لا صهيونية دينية مكترثة لهذا الموضوع، لا سموتريش ولا بن كفير، وليس غالبية وزراء الليكود، وليس أيضا الأحزاب الدينية التي ليس شأنها موضوع العلاقات الدولية أصلا يعني، ومعنية فقط في قضايا داخل إسرائيلية. يعني اشغلها جدا واكترثت جدا في موضوع قانون التجنيد الإلزامي وهز أركانها، وقد يشق الائتلاف من داخله هذا الوضع اكثر من الضغوطات الخارجيه التي تراها يعني غير مكترثه تجاهها ومستعده ان تعاند في هذا الشان. لحد الان الضغوطات الخارجيه بالشكل الذي مورست فيه وبالذات الضغوطات الامريكيه عمليا لم تؤثر على وحده حكومه اسرائيل الاساسيه، حكومه نتنياهو ال 64 عضو، وبالعكس زادتها تمسكا. وهم يدركون أنه من دون خروج جزء من أعضاء الائتلاف ضد الحكومة لا يمكن إسقاطها، وهذا وغير مهم إذن وفق هذا المعنى سيد مخول، غير مهم تحرك بيني غانس لأنه بكل بساطة ليس جزءا من الحكومة، نتنياهو مطمئن على وضعه. يعني مهم بمفهوم أنه كيف ينعكس في داخل الائتلاف الحاكم. موقف جالانت مثلا أصبح أقرب إلى بيني غانس منه إلى نتنياهو بشكل واضح، وعمليا وازى بالمستوى او بالرفاعه بين الاثنين. وايضا هناك مناوره كما يبدو، هناك تقبل من بعض الاحزاب الدينيه الحريديه المتزمته التوراتيه وليس الصهيونيه الدينيه الى مواقف بني غانس، يعني هناك صيغه توافق اللي ممكن يتوصلوا الى، وبالذات حزب شاس بقياده اري درع وهو من اصول مغاربيه. وهناك ممكن يعني يكون هناك ضغط من داخل الحكومة ليس باتجاه إسقاطه وإنما باتجاه التوافق على موعد الانتخابات عاجلة. نعم، أتيت على ذكر يؤاف جالنت قبل قليل وقلت أن مواقفه باتت تقترب من بيني غانس. مراسلنا نقل قبل قليل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلي أن جالنت أرسل ما وصف بتحذير استراتيجي مكتوب وجهه إلى قادة الأجهزة الأمنية الموساد والشباك وغيرها، يحذر فيه من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان. كم برأيك هذا الوضع، هذا التحذير، قد يضغط على نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل قبل حلول شهر رمضان؟ يعني صفقة تبادل قد لا تحل مشكلة شهر رمضان. شهر رمضان هي قضية يقودها بن غفير في نهاية المطاف، وفي مسعى إلى تفجير الأوضاع بشكل مباشر ومجاهر في قضية المسجد الأقصى المبارك. لكن هل يتحملون أستاذ مخول، هل يتحملون انفجار الأوضاع في الضفة وحرب متواصلة في غزة؟ إذا كان هذا سيسقط حكومة نتنياهو أعتقد أن نتنياهو سوف يتحمله. إذا رأى أن هناك إمكانية لعلاج ذلك
قد يكون غير ذلك. لكن المشكلة لدى نتنياهو أن في إسرائيل بشكل عام، أنه حتى المنظومة الأمنية ليست متماسكة اليوم كما كان ذات مرة. الشقاق هو أيضا داخل المنظومة الأمنية، عادة كانت الشرطة تخضع لتقديرات الجيش والشباك وجهاز الأمن العام. اليوم الشرطة لها موقف مخالف نوعا ما، وتخضع أكثر للوزير المسؤول عنها. لذلك الأمر في نهاية المطاف، حتى ما أذيع أنه كابينت الحرب صادر صلاحيات بن كبير في شأن عدد المصلين في الأقصى والاقتحامات، لكن فعليا لم يقم بذلك، وإنما هذا كان تضليلا، لأنه الصلاحيات الدستورية والصلاحيات وفقا للاتفاقات الائتلافية هي صلاحيات بن كبير الوزير المسؤول. والقدس ليست منطقة تحكم وفق القانون العسكري، وإنما وفق القانون المدني الإسرائيلي، من باب أن إسرائيل لديها قانون الضم وباعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية. وهذا لذلك أعتقد أنه المسألة معقدة جدا، وبن كبير يستطيع أن يشعل النار ولا يوجد من يطفئها في هذا الصدد. شكرا جزيلا أمير مخول، الباحث في الشأن الإسرائيلي.